تعالوا بسرعه كده نبص على البروسيس نفسها بتاعت الماشين ليرنينج وعلاقتها بالبروسيس بتاعت الداتا ساينس. صلوا بينا على حضرتك. اظن حضراتكم فاكرين الصوره دي، انا اتكلمت عنها كتير قبل كده، اللي هي الصوره بتاعت ايه؟ ايه البروسيس اللي بنعدي عليها في الشغل بتاع الداتا ساينس؟ وبالمناسبه البروسيس دي هتوضح لك ايه الفرق بين الداتا ساينتست والماشين ليرنينج انجينير، لان في ناس كتيره بتخلط ما بينهم. الداتا ساينتست اخوانا لازم يكون بيعرف يشتغل شغل الداتا انجينير وشغل الداتا اناليست وشغل الماشين ليرنينج انجينير، بالبلدي كده زكريا الدرديل، مجنح، تنين مجنح، بيعرف يعمل كل حاجه. خلاص؟ يمكن احنا الحمد لله رب العالمين قطعنا تقريبا حوالي يعني 60 او 70% من المهام اللي بيقوم بيها الداتا ساينتست في الكورس او بالدبلومه اللي بقت دبلومه تحليل البيانات، لما اتعلمنا ازاي نقدر نتعامل مع الداتا، ازاي نقدر نجيب الداتا، ازاي نقدر نعمل بري بروسيسنج للداتا او كليننج، ثم ازاي نقدر نعمل اناليسز للداتا بتاعتي واطلع منها ريزلتس. احنا وقفنا لحد هنا في الدبلومه اللي فاتت. من اول بقى الدبلومه دي احنا تركيزنا كله على الخطوتين الاخرانيين دول، وبالمناسبه هم دول شغل الماشين ليرنينج انجينير. عشان يا اخوانا لما انت تبقى الصوره واضحه في دماغك كده انا فين بالظبط؟ انا بعمل ايه؟ والله هيريحك جدا. احنا اخوانا هنا في المرحله الاخيره، في المرحله اللي بعد المرحله بتاعت الاناليس اللي هي مرحله البريدكشن، مرحله الاسوسيشن، مرحله الديسكفرينج باترنز، مرحله اكتشاف المجهول بالبلدي كده، عشان حتى والله يمكن التعريف التعبير ده حلو جدا. كان جال واحد من اساتذتنا مش فاكر اسمه والله، بس هو واحد دكتور في السعوديه، كان بيقول علم الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات هو علم اكتشاف المجهول. فعلا والله احنا عاوزين نتوقع ايه اللي هيحصل بكره، عاوز اعرف الحاجات دي ليها علاقه ببعضها ولا، عاوز اشوف اذا كان في باترن معين حاصل عندي في الداتا ولا، او الكلام ده كله اخونا الشغل اللي بيقوم بيه الماشين ليرنينج انجينير. واللي بالتبعيه لما حضرتك تكون اصلا عرفت تشتغل شغل الداتا انجينير والداتا اناليست ثم بتتعلم معايا دلوقتي الماشين ليرنينج انجينير، فيبقى احنا نديك التايتل بتاع الداتا ساينتست واحنا مبسوطين بيك جدا ان شاء الله. طيب ايه علاقه ده بالكلام اللي جاي بقى اللي هو الماشين ليرنينج؟ الماشين ليرنينج انجينير نفس الشكل بالظبط، نفس البروسيس، بس هنفصل فيها شويه. اول حاجه حضرتك بتفهم البيزنس، ثم فيما بعد بتجيب الداتا، بعد كده تبدا توضب الداتا دي، تبدا تستكشف الداتا دي، لحد هنا ده شغل الداتا اناليسيس، لحد اللي انت شايفه ده شغل الداتا اناليسيس، واللي احنا الحمد لله رب العالمين خلصناه في الكورس بتاع الشغل الدبلومه بتاع تحليل البيانات. ولذلك حتى ده يؤكد على الكلمه اللي انا كنت بقولها قبل كده، اللي هي فكره ايه؟ مش هتبقى داتا ساينتست شاطر غير لما تبقى داتا اناليست شاطر. لازم تكون بتعرف تشتغل اناليسيس كويس جدا، ولازم تعرف تشتغل مع الداتا كويس جدا، وتعمل لها بري بروسيسنج، وتعمل لها فيجواليزيشن، وتعمل لها كل المهارات اللي بيقوم بيها الاناليست، عشان خاطر الخير الكبير اللي حضرتك هتلط بيه معايا ده على الدبلومه اللي فاتت يدخلك بقى على المراحل المهمه، ويبقى تركيزك الشاغل وشغلك الشاغل كماشين ليرنينج انجينير في الحته اللي جايه دي. المودلز، التعامل مع المودلز، ازاي نقدر نختار المودل، ازاي نقدر نعلم المودل، ثم فيما بعد ازاي نقدر نخلي المودل بتاعنا احسن، نعمل ما يسمى بالفاين تون تيونينج، واخيرا المودل بتاعنا بيجي 100 100 وزي الفل، ازاي بقى اقدر من المودل ده اطلع منه فيرجن ابدا استخدمها بكره وبعده، واعمل بيها منتجات، اعمل داتا برودكتس او اي اي باورد ابلكيشنز. الرحله اللي حضرتك شايفها دي ملخصها كلها في كلمه واحده بس، كلمه موديل. ولذلك احنا عندنا سيكشن دلوقتي هيجي بعد شويه كل الكلام عن الموديل والتفصيل في الموضوع ده بالكامل باذن الله تعالى. عظيم، ده كلام محترم جدا. نفكركم برضو برحلتك في الداتا ساينس وازاي ممكن تتعلم المجال ده. انا قلت اول خطوه ليك في مجال الداتا ساينس ان حضرتك لازم تتعلم مجال الداتا اناليسيس، وفي تعلمك في مجال الداتا اناليسيس انت بتعلم المهارات اللي بيقوم بيها كل الناس اللي بتشتغل في مجال الداتا اناليسيس، بدايه من الاي دي ال، فيجواليزيشن، امبورتنج، بري بروسيسنج، تايم سيريس اناليسيس، الريبورتنج، داشبوردز، وده الحمد لله رب العالمين احنا كله بنتعلمه وبنغطيه في دبلوم التحليل البيانات. خلصت يا معلم دبلوم التحليل البيانات، يلا خش معايا بقى في الدبلوم الحاليه اللي احنا فيها اللي هي دبلومه الماشين ليرنينج. هتتعلم فيها معايا السوبرفايزد ليرنينج، نتعلم كلاسيفيكيشن كلاسترنج، عفوا نتعلم فيها كلاسيفيكيشن، نتعلم ريجريشن، الانسوبرفايزد ليرنينج هتتعلم فيها الكلاسترنج، هتتعلم فيها الدايمنشناليتي ريدكشن، الاسوسيشن رولز، كل الكلام ده. ثم فيما بعد نتعلم الموديل سيلكشن، موديل ايفالويشن، موديل ديبلويمنت، كل القيم. بعد ما نخلص دي ندخل بقى على الدبلومه الثالثه اللي هي دبلومه الديب ليرنينج اللي بنتعلم فيها الارتفيشال نيورال نتورك اللي هي الشبكات العصبيه، ونتعلم من الشبكات العصبيه دول نوعين مهمين جدا، السي ان ان والار ان ان، وطبعا مش مجال ان احنا نشرح الموضوع ده دلوقتي. بعد ما خلصت ده كله مبروك عليك، انت كده خلصت ايه؟ خلصت اللي المفروض يكون عارفه اي واحد بيشتغل في مجال الداتا ساينس، معاك المهارات التقنيه، ناقصك ايه بقى؟ ناقصك انك تتعلم دومين، ناقصك انك تدخل في مجال، والمجالات كثيره، في مجال البيزنس، الماركتنج، الانجينيرنج، الهيلث كير، الاجريكلتشر، مجالات كثيره، اختار بقى من المجالات دي مجال معين وطبق عليه. او سيب نفسك للتيار اتعلم كل المجالات، وبالتالي عشان تشتغل على كل المجالات دي لازم على الاقل يكون عندك خلفيه بسيطه عن
المجال دي. وطبعا ان شاء الله تعالى برضه هيكون عندنا دبلومه كامله في علم البيانات التسويق باعتبار ان هو مجال تخصصي، فان شاء الله تعالى هنعلمكم مجال، بس دي مرحله متقدمه ان شاء الله هنوصل لها بعد ما ننتهي من الدبلومات الثلاثه الاولى دول ان شاء الله تعالى. خلاص مش هنخلص كورسات، مش هتزهق مني. طيب اخر حاجه تبدا بقى تعمل تطبيقات على الموضوع ده، ولا ذلك برضه عندنا دبلومه ثانيه في التطبيقات، هنعلمكم ناتشورال لانجوج بروسيسنج ان شاء الله تعالى، ازاي تقدر تستفيد من ناتشورال لانجوج بروسيسنج في المجال بتاع الماركتنج. وخش بقى معايا عندنا بقى تطبيقات كتيره زي ريكومندر سيستم، تايم سيريس فوركاستنج، كمبيوتر فيجن، انوميلي ديتكشن، سبيتش ريكوجنيشن، كل دي تطبيقات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. انا بعد ما اتعلمت دومين وبعد ما اتعلمت التقنيات دي اقدر اطلع برودكت بقى، اقدر اطلع ابلكيشن. الابلكيشن ده يكون جايم على فكره ان انا مثلا بعمل تحليل للريتنجز او ريفيوز بتاعت موقع معين من مواقع مثلا الاي كوميرس، او ان انا مثلا بعمل ريكومنديشن سيستم يساعد الناس ان هي تختار منتجات افضل، او ان انا بقدر احلل البورصه واقول سعر البيع والشراء ممكن يكون شكله ايه، او ان انا مثلا بقدر اعمل كمبيوتر فيجن، اقدر ديتكت الاوبجكتس، اقدر اعمل فيشل ريكوجنيشن وهكذا. الموضوع حلو جدا والله يا اخويا، بس خليك عارف انت فين. احنا هنا، احنا هنا في الدبلومه دي، الدبلومه الثانيه اللي هي دبلومه الماشين ليرننج. خلصنا الحمد لله دبلومه الداتا اناليسيس، حاليا احنا في دبلومه الماشين ليرننج، بس لسه رحله طويله، مش عارف حضراتكم واخدين بالكم ولا لا، فاصبر اصبر والله. لكن فعلا والله العظيم، والله العظيم يا اخوانا اللي هيتميز هو اللي بيتعلم ده. لكن لو حضرتك عاوز السهل خلاص ما تجيش معانا اصلا، يعني فعلا والله بما يرضي الله روح اتعلم شويه ادوات زي اكسل وتابلو وباور بي ام، مبروك عليك انت كده بجيت داتا اناليست، لكن ما بجيتش داتا ساينتست. وده العظم، احنا هنا بنعلمك ازاي تبقى داتا ساينتست، هاو تو جيت انسايتس من الداتا، هاو تو فوركاست الريفينيو بتاع السنه الجايه، هاو تو بريدكت الكلاس بتاع الاوبجكتس اللي قدامك دي، هل الفريق ده هيفوز ولا لا، كل الامثله والكثير اللي احنا قاعدين نتكلم عليه.